عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب حمو احمد؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. احنا النهاردة ان شاء الله رايحين البحر، رايحين البتاش العجمي، وعايزينكم تبقوا معنا تتفرجوا على يومنا، وان شاء الله يكون يوم حلو وجميل. وادي حمو احمد اهم ورا هيسلموا عليكم. يا حمو انت لسه هتنام واحنا لسه ممشناش؟ يا حمو انت عامل ايه؟ وادي سلومة اهي، سلم. ازيكم عاملين ايه؟ يلا يا احمد سلم على حبايبك. انت نايم ليه يا احمد؟ نايم ليه؟ ها؟ ومعانا ابو احمد برضو، ربنا يخليه لنا يا رب، بس هو سايق العربيه ما بيحبش يتكلم وهو سايق، ربنا يهديه علينا يا رب. دلوقتي لسه بدايه دخولنا للعجمي. طبعا العجمي بتبقى زحمه قوي قوي، فاحنا مش بنخشها من العجمي نفسها، في شارع اسمه الشارع الجديد، شارع النادي القوات المسلحه، شارع العجمي للضباط القوات المسلحه. الشارع ده بيبقى زي ما حضراتكم هوريه لكم كده، زي ما شايفينه فاضي وجميل الصراحة، انما العجمي زحمة موت ان احنا نمشي فيها دلوقتي. الشارع ده بسم الله ما شاء الله عليه، يعني زي ما حضراتكم شايفين كده الدنيا بتبقى هادية فيه، بيبقى المشي فيه كويس، بس الشارع فاضي ازاي؟ ده بقى بناخده كله كده لحد اخره، وبعد كده نطلع منه مع البطاش من ورا بقى خالص، طلعنا على طول على الشواطئ بتاعت البطاش من ورا، بيبقى اسهل من البطاش نفسها. طبعا التنيات والعربيات اللي في البطاش ما نعرفش نمشي فيها ابدا، زحمه موت موت يعني. الحمد لله. بص بنلف الملف، هو الشارع ما شاء الله يعني طويل وبنلف فيه كذا ملف، ادي الملف اهو، وبرده بصوا شايفين الشارع عامل ازاي، بيريح كتير في المشي، بيأثر معانا وقت كتير. دلوقتي بقى خلصنا الشارع الجديد ودخلنا اهو في الشارع بتاع الفلل ده، الشارع اللي بعديه، الشارع اللي بعديه شارع عجمستا. احنا في عجمستا، هنخش الشارع اللي بعد عجمستا. طبعا كل اللي حوالينا دي فلل، فلل وعماير يعني، بس مش عماير عالية قوي يعني، واخدين شكل الفلل برضه. طبعا منطقة جميلة وهادية، كلها ما بتتعداش العمارة أربع أدوار يعني، بنفس شكل الفيلا يعني، كأنه عايش في فيلا برضه، والزرع زي ما حضراتكم شايفين كده، فالمكان كله تحفة يعني. بس احنا كده وصلنا، هنركن بقى العربية ونجيب فطار. ابو احمد طبعا هيجيب لنا فطار، احنا لسه ما فطرناش، وبعد كده نرجع مع بعض تاني. وصلنا البحر اهو. ما شاء الله البحر جميل، بس النهاردة زحمة. زحمة قوي يا سلمى النهاردة. بصي لما جينا الاسبوع اللي فات كانت الدنيا هادية عن كده، بس ايه؟ بيسحب المية؟ الحتة دي فاضية، يبقى في سحب في الحتة دي. طب
خلاص كده قعدت حمرا مالكش دعوه بحاجه. اهم حاجه كرسيك وقعدت وخلاص. ها طب والشنط بتاعتنا والحاجه؟ ايوه. طب روح هات ترابيزه. طيب هو احمد اقعد يا احمد يلا اقعد نفطر الاول. طيب ها ايه عايز تمسحه؟ حاضر اطلع لك منديل. حاضر. واحمد وحمد هم رايحين يجيبوا ترابيزه. هما مش عايزين يكلموا. بص 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 احمد بتبني لهم عمارة يا احمد هنا؟ لا وريني انت عامل ايه برجل حمد. بدفن حمد. فين رجلك يا حمد؟ ايه؟ راحت مشوار بقى. راحت مشوار؟ وانت رجلك مش هتروح مشوار يا احمد؟ اما حمو رجلك تيجي. ها؟ لما رجل حمو تيجي رجلك هتروح مشوار؟ كب كب عليا وصلت بيها عبي وكب عليا. طب ما تنام يا حمد. ايه؟ كملوا بقيت جسمك لو ده مشوار. وانا راح فين؟ تقول له راح فين؟ راح المنشية. راسي تروح فين؟ ايه رايك يا حمود؟ اتصل عليها هتجيب رجله؟ ايه؟ هتجيب رجله؟ جيب رجله. لا سيبها شويه سيبها شويه. هتجيب رجله؟ بابا لما يجي يطلعها. سيبها يا احمد سيبها. لا ادي بتاعت عائشة وهتسافر بيها. لا متعلقة برهب. رجل جات والتانية لسه. ايه؟ واحدة جات والتانية لسه. واحدة جات والتانية لسه؟ اه واحدة ظهرت. مش هتنزلوا المية؟ مش هتنزلوا المية يا حمو؟ استني استنينا. انا سقعان. بس تعال حط رجلك مكاني. ايه؟ بقول له تعال حط رجلك مكاني. حط رجلك مكان حمو. بس سيبه سيبه سيبه. يا ده اقعد على نفس المستوى. مش عارفة شوف كلمة ارفع بيخلص بس يا كابتن. رجلك هتسافر يا احمد؟ هتوديها فين؟ ها؟ هتوديها فين رجلك؟ مطروح. ايه؟ مطروح. مطروح؟ ماشي وديها مطروح. بص حمو عمال يكب عليه ازاي؟ مختار يا حمو هو كان بيديله شوية شوية. هات الرجل التانية يا حمو. ما بطل تحرك صوابع على الطايف. هو بيحرك صوابع ويطلع كل ده. بس يا احمد حرك رجلك كده يا احمد. الحق